نيجي بقى للصورة التي حيرت الملايين، بسيطة خالص ومفيهاش أي حاجة، ودي أمثلة للصور المقبولة الموجودة على الموقع الرسمي للهجرة. هنشوف مع بعض شروط الصورة بالأمثلة واحدة واحدة. أول حاجة الإضاءة، تكون الإضاءة مظبوطة، ما تكونش ولا ضعيفة ولا زيادة عن اللزوم. الوش كله يكون منور، مش يكون فيه إضاءة من اتجاه والاتجاه التاني فيه شادو حاد قوي، ما يكونش فيه شادو على الخلفية جامد. وهتلاقوا على القناة فيديو بيشرح الإضاءة في التصوير بالتفصيل، لو حابين ترجعوا له هضيف لكم اللينك بتاعه. تاني حاجة، ما يكونش اللي بيتصور لابس أي نوع من أنواع النظارات، ولا نظارة شمس ولا نظارة نظر. نسبة الراس تكون من 50 لـ65% من ارتفاع الصورة، ويكون في النص، ما يكونش ولا على الجنب اليمين أو الشمال ولا فوق ولا تحت، يكون الراس متوسطانة في نص الصورة. جودة ومقاس الصورة يكونوا مظبوطين. أقل حجم مسموح به هو 600×600 بكسل، وأكبر حجم 1200×1200 بكسل، ولازم الصورة تكون الريشيو بتاعتها مربعة، يعني الطول قد العرض. ما تكونش الصورة مطبوعة وتعمل لها سكان فهيبان فيها التكتشر بتاع الورق، وما تكونش مهزوزة أو اوت فوكس. ما نعملش تعديل للصور بالفوتوشوب، ان احنا نضيف حاجة او نمسح حاجة او نعمل ايديت اوفر للالوان والاضاءة او نقص الخلفية بطريقة غلط، لكن ممكن لو الخلفية غامقة نفتحها شوية بالايديت البسيط. الصورة تكون مباشرة من قدام، ما تكونش بزاوية، وتكون باصص للكاميرا، وملامحك في الصورة تكون عادية، ولا بتضحك قوي ولا مكشر، يعني تعتبر صورة بدون تعبير، والعين تكون مفتوحة. ما ينفعش نلبس اي غطاء راس زي الكاب او اي حاجة تغطي جزء من الوش، لكن مسموح ان البنات تحط الصورة بالحجاب، بس يكون الوش واضح فيها، ما يكونش الحجاب مغطي اجزاء منه. الخلفية تكون بيضة او جراي فاتح، لكن ما يكونش فيها اي تفاصيل او اي الوان. بالنسبة بقى لتصوير الأطفال، ممكن لو الطفل صغير يكون نايم على أي سطح أبيض، لكن ما ينفعش يكون حد شايله أو ظاهر في الخلفية. ولو في تعبيرات على وشهم بتكون مقبولة أكتر من الكبار، بس ما يكونش مبالغ فيها. والصورة كمان تكون حديثة معداش عليها 6 شهور، يعني لو بتسجل كل سنة لازم تتصور صورة جديدة كل مرة. لو عندك إضاءة كويسة ممكن تصور الصورة في البيت بنفسك، ومش هتحتاج كاميرا عالية، لأنه أساسا الصورة المطلوبة حجمها يكون صغير، فكده كده مهما كانت جودة الكاميرا احنا هنحتاج نصغر حجم الصورة عشان نعمل المقاس المطلوب. أي حيطة بيضة أو فوتوفوم أو كانسون، أي مساحة بيضة عندنا هنقف قدامها، هنظبط فوكس الكاميرا على العين، هنوفر إضاءة من اتجاهين، يا إما مثلا لمبتين ممكن نحط قدامهم ورق A4 علشان يشتت الإضاءة وما يعمليش شادوز عالية. ولو بصور بإضاءة طبيعية من الشباك مثلا، أحاول يكون جنبي حاجة تعكس، لو ريفليكتور أو حيطة بيضة أو حتى ورق فويل من المطبخ، أي حاجة تعكس الإضاءة بحيث يبقى عندي الجنبين منورين، ما يكونش فيه جزء منور وجزء تاني فيه شادو عالي. نحاول كمان نبعد عن الحيطة قدر الامكان علشان الاضاءة ما ترميش شادو عالي عليها. لو مش هتعرف تصورها بنفسك وما عندكش امكانيات في البيت، فممكن تروح اي استوديو وتقوله على الشروط المطلوبة، بس تاخد بالك ان انت تراجع وراه وتتأكد ان الشروط مظبوطة والمقاس وكل حاجة. ودي صورتي انا وابني اللي قدمناها السنة اللي فاتت واتقبلت، وكنا مصورينها في البيت بالطريقة اللي قلتلكم عليها.